حصريا ولأول مرة على الحياة، التاسعة مساء، موعد جديد لأقوى وأجمل الأعمال الدرامية. لو نفذت العملية دي هتاخد عمولة أنت ورجالتك 3 مليون دولار، ويبقى ماتش الاعتزال ليا وليك. العب شطرنج. ممكن أعرف حكاية الشطرنج دي؟ عشان مش فاهمة حاجة. لا هتخطر بيا أنا بعد كل اللي عملته علشانك ده. أنت بتقولي إيه؟ أنت مرات أخوك. آخرتها إيه يا طارق؟ أحبك، هفضل طول عمري. أنا لو منك أفحط قبر بإيدي وأدفن نفسي. شطرنج ابتداء من السبت القادم 9 مساء حصريا على الحياه.